يميز فيه من معي لا يلد من معه هنا شعور يعني بجنن مخيم بلاطه ردت الارواح وبعتبره مش يعني شهاده بعتبره عرس كبير لبكير اليوم مش شهاده يعني وبختبر في شهادته وعرفنا عمات الشهداء برفع عن الراس والحمد لله هو مطبوع ان شاء الله الجنه وكل الشهداء والله يرحمه ويهنيه بشهادته يا الله ويبارك له بشهادته اليوم عرس لبكير وحنا حنته بالشارع وعرسه هنا بالصاله هذا مش شهاده هذا عرس كبير لبكير اليوم يصبر كل امات الشهداء لانه ما دول مش شهداء هذول احياء عند ربهم يرزقون هذول عرسان اتاخذوا من حريات الجنه الى طعمهم الشهاده يطعم علينا والله يسامحهم ويرضى عليهم ويبارك لهم بالشهاده.